رأسها الزميل وليد مهدي. يا أستاذ وليد أهلا بيك. مساء الفل لك كابتن ابراهيم، مساء الفل لك كابتن عادل، أهلا يا وليد، على إزيك كل يا جمهور حبيبي؟ النادي الأهلي ألف مبروك. أهلا الله بيك يخليك، ومبروك علينا كلنا التأهل كابتن. ومبروك مبروك مجهودك، يعني ما بيضيعش هدر في الإقبال الجماهيري الكبير، والأمور الحمد لله مشيت على أكمل وجه. كابتن ابراهيم، ده انا ترس صغير في مكنه كبيره قوي يا كابتن ابراهيم. مش عاوز اقول لحضرتك المجموعه اللي شغاله معانا، مش بس في اداره المباريات، ده كل الشركات المتخصصه اللي بتطلع المشروع ده، سواء شركه الامن اللي بتقود القصه ديت، مع فالكون الحقيقه شركه كان ليها السوشيال، موجود رائع في الملعب، مع شركه كيلم اللي هي مسؤوله السيستم، ومع شركه فوري اللي حضرتك اللي هي بتوزع وتستلم وتستحمل الجماهير اللي راح ما معاش بطاقه واللي ما معاش تذكره، اللي بيرخم عليهم واللي بيزعق واللي بيقتحم واللي يعني كل دي حاجات حضرتك شفناها بشكل، دول استحملوها. والدليل على كده انا بكلم حضرتك دلوقتي، خلصت المباراه امبارح، ومن النهارده الصبح كان يعني امبارح كان في اجتماع بعد المباراه تماما مع المهندس محمود طاهر واللواء شيرين شمس، مع اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للامن، ومع اللواء مصطفى النمر مدير امن اسكندريه، اللي من خلالهم بنحييهم كل التحيه والشكر على المجهود اللي عملوه علشان تحديد العدد، لان المباراه النهائيه بينها وبين مباراه امبارح اقل من 7 ايام، يعني حوالي 6 ايام. مطلوب من حضرتك ان يتم فتح باب السيستم ويتحجز الاونلاين وتنتهي اجراءات التذكره الورقيه العقيمه اللي هي تعبانه كلنا دلوقتي، اللي احنا حضرتنا قاعدين دلوقتي، حضرتك عملنا البروفه الساعه 7 الصبح وراحت لمطبعه الشرطه علشان تطبع وتتامن وتتامن ضد التزوير. كل ديت حضرتك دي اول خطوه، ثاني خطوه بعد كده بترجع حضرتك بتجينا تاني، لازم نفتح السيستم، والسيستم اوريدي اتفتح دلوقتي، وده ميزه الحاجه المتقدمه الحديثه اللي هي بتحترم ادميه المشجع كابتن عدي وكابتن ابراهيم، انك فتحت سيستم لحاملي طاقه الجمهور اللي هم ال 20,000 لمده 24 ساعه. بكلم جمهور النادي الاهلي اللي خد بطاقه الجمهور، من فضل حضرتك السيستم متاح من دلوقتي لمده 24 ساعه بس، لان بعدهم هيتم فتح السيستم الثاني، المرحله الثانيه، لكل الجمهور اللي هي الموحده شمال واللي هم غير حاملي البطاقه، علشان الوقت ضيق ومش مصلحتنا. انت شرحتها قبل كده، يا ريت تشرحها تاني، الفرق بين حامل البطاقه وغير حامل البطاقه. حامل البطاقه يا كابتن عدلي بيخش على السيستم، بيحط مجرد، مش محتاج يحط بياناته ولا حاجه خالص، بيحط اليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعه اللي ما يعرفوش غيره هو، هيفتح له الشاشه بتاعته عليها رقم البطاقه بتاعته، هيحط رقم البطاقه، هيقول اسمه طلب المباراه، طلب حضور المباراه، فبيلاقي مباراه الاهلي والوداد المغربي، بيدوس بيجي له ريسيت، بينزل يدفع في فوري وبيختار المكان اللي هو من حق منه. من حق كل واحد ياخد كام تذكره؟ من حق وهو ياخد تذكرته، ومعاه حضرتك محرر لو حط ابنه، ولو حط بنته لو هو متجوز، ولو حط الزوجه، 4 تمام؟ بس حضرتك بيحط الحاجات الداله على انه مراته وابنه وبنته. مستندات يعني. تمام؟ مستندات، فبالتالي ولو تحت 16 سنه بيحط صوره صوره شهاده الميلاد. طيب. فدي حضرتك دي اول نقطه، ونقطه مهمه جدا الناس كلها حضرتك، يعني هو ده بقى جمهور النادي الاهلي ومعدنه الاصيل اللي متعود عليه، هيبان في الحته دي، ان هو محتاج النهارده ينزل مجرد انه يسجل وينزل يدفع علشان يبقى خلصنا من اول مرحله، ونبدا بكره في ثاني مرحله على طول، اللي بقى الجمهور اللي ما معهوش بطاقه، اللي هو الموحده شمال. تمام يا كابتن؟ اللي هي كانت متالقه امبارح اللي انت شفتها. ده بيحجز تذكرته وبيستلمها من المكان اقرب فوري ليه بيختار. تمام؟ دي الموافقه الامنيه، احنا حضرتك خلي بال حضرتك شغالين كل ده على يعني على 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 نظام الوقت، بنسابق الوقت فيه. يعني احنا بنسابق الوقت فيه. في فرق في السعر بين تذكره حامل البطاقه والتذكره العاديه؟ ايوه يا كابتن، حامل البطاقه بياخد 50% تخفيض، ودي تعليمات النادي واداره النادي التنفيذيه. وال 50% مستمره ولا ساعه ما اشتري البطاقه مستمرة. بس؟ مستمره مستمره. لا 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 مستمره، لا لا مستمره. انا بسال عشان الناس تعرف بس. وبقول لحضرتك من خلال حضرتك والناس سامعاكوا، التذكره اللي مع البطاقه ب 30 جنيه. التذكره اللي من غير بطاقه ب 60 جنيه. يعني حضرتك ما زودتش حاجه خالص، 50%. هي حضرتك
مع الشباب ومع ظروف الشباب ومع الناس الظروف اللي حضرتك عارفينها انهم كلهم طلبه وناس برضو يعني حاله اجتماعيه. لا ده بيصرفوا سفر يعني. ومرواح ومجي الله يا كابتن عدلي كل ده بنحاول تكون ارخص حاجه قيمه التذكره، مقدرين سفره ومرواحه ومجيه واكله وشربه، الود ودينا نوفر كل ده، بس هي خطوه خطوه بنبداها مع بعض ان شاء الله. بص يا وليد في حاجه اخيره. نعم. كان في شكوى كده انا شفتها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ان في شباب راح على موقع معين من فوري، فالراجل تعسف معاهم ولما ابتدوا يكلموه قفل وقال لهم انا رايح اصلي، وسابهم الساعه 8 ما رجعش الا الساعه 12 بالليل وهم واقفين. حققوا في الحاجات دي عشان انا ممكن حضرتك، انا معايا غرفه عمليات دلوقتي مندوب من فالكون، مدير المشروع من فالكون، مدير مشروع من فوري، مدير مشروع من كيلم، اي حاجه بتيجي على الخط الساخن والصفحه الخاصه بينا على الفيسبوك بيبعت لنا اسم المنفذ واسم الراجل ده. الراجل ده حضرتك مش بيمن على جمهور النادي الاهلي، الراجل ده حضرتك بيعمل شغله وبياخد عليه مقابل، بس كده بياخد عليه مقابل على التذكره، بياخد حضرتك 5 جنيه على كل تذكره، هو حضرتك مش بيمن عليه. من فضل حضرتك كجمهور الاهلي ارفع راسك وانت بتتعامل وبتتعامل صح، بس بذوق يعني بزوء. يعني كلكم اتعاملوا مع الناس بذوق، لان عشان تاخد خدمه اطلبها بذوق. انا اقول لك يا كابتن عادل برضو المشكله فين، معلش حضرتك النهارده المنفذ عنده 400 تذكره محجوزين في المنفذ ده باسماء، المفروض اللي يروح يا كابتن ابراهيم ال 400 تمام. طب لو 100 بقى دمهم خفيف او 200 ما حجزوش اصلا وراحوا كده واقفين نظام يعني غلس وخلاص، هتعمل ايه يا كابتن ابراهيم؟ ممكن تعمل مشكله طبعا. طبعا ممكن تعمل مشكله، وده حصلت في فرعين اتنين لو تسمح لي اقوله من حال حضرتك. فرع بنا عشان يعرفوا ان احنا متابعين كل حاجه، وفرع القناطر الخيريه عشان برضه يعرفوا ان احنا متابعين كل حاجه، وفي اجراءات هتتاخد مع هذا الفرعين في الفتره اللي جايه بعد مباراه الفاينل الافريقي. وحضرتك مفيش حاجه صغيره او كبيره، حتى الجمهور بقى بيكلمني انا الحمد لله تليفوني ما بقاش بيبطل يعني، ويسعدني ان انا اخد اي شكوى من اي حد. ومن اخر حاجه يا كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم، محدش يدفع جنيه زياده عن اللي حضرتك دفعته عن ايصال فوري. جمهور النادي الاهلي احنا كلنا ايد واحده، كلنا في المشروع ده ايد واحده، احنا وانتوا والاعلام ثلاثه، لو احنا بقينا ايد واحده محدش هيقدر يخش بينا. واخر حاجه الوقت مش في صالحنا، فارجوك يا جمهور الاهلي تعاون بس معانا ال 48 ساعه دول لحته الحجز والدفع وانهاء الاجراء. طيب اخر حاجه، انت دلوقتي المره اللي فاتت زودت 10,000 على السيستم. تمام. في نيه انك تزود حاجه ثانيه على السيستم المره دي؟ حضرتك اي موافقه امنيه يا كابتن عدلي تيجي للسيد مهندس محمود رئيس النادي محمود طاهر وتبلغ بيها، السيستم جاهز لاستقبال اي مشكله وحلها في نفس الوقت. لا يعني حضرتك هتقول لي زود 10,000، ازود 10,000، 20,000، ازود 20,000، بس الميزه ان الجمهور يكون اللي هو الطالب للحاجه يكون جاهز للعرض المقدم ليه، فبالتالي يدفع فيحجز فنضخ منافذ فنحل المشكله. انا اظن لو حطيت 10 برضه هيخلصوا. مش هقدر احط يا كابتن عدلي غير بموافقه امنيه وجايه للواء شيرين شمس المدير التنفيذي بيحولها لحضرتك وانت استاذنا. لا ما انا بتكلم بفرض ان جات لك بقى. لا تيجي وقت ما تيجي ونتبلغ احنا جاهزين، بس يعني يا ريت لو في قرار ارجوكم الساده المسؤولين الوقت مش في صالحنا. ومره اخيره بشكر كل المسؤولين في وزاره الداخليه وعلى راسهم سيد الوزير لحد اصغر عسكري في مديريه امن اسكندريه، لان الناس دي هي اللي تعبت معانا كابتن عدلي والله. طيب. العظيم سؤال بقى ما اعرفش هتعرف تجاوب ولا لا، احنا بعد كل الكلام ده ايه الاراده اللي حققناه من خلال هذا الاحكام اليوم الكبير في بيع التذاكر اللي هو امبارح المباراه بتاع النجم الساحلي؟ حجم الايراد حجم الايراد 1,450,000 جنيه. ده من التذاكر؟ ده من التذاكر حضرتك، يعني من ثمن قيمه التذاكر، رغم ان احنا يعني تعليمات الاستاذ رئيس مجلس الاداره واضحه بان هو بينزل لاقل ثمن للتذكره. لا جميل، انا بسال ليه كده؟ طب هل ده داخل فيه
سعر البطاقه نفسها، لان انت هتاخد البطاقه للسيزون كله. كابتن ابراهيم، سعر البطاقه للمره المليون 44 جنيه يتم توريد كلهم في الشركات المتخصصه اللي بتصدر البطاقه، اللي بتدير المشروع. تمام، هي بتدير المشروع اللي يعني الاهلي لا ياخذ اي مقابل من ال 44 جنيه سعر الكرنيه. رفض. تمام. انا بس اخر حاجه كابتن ابراهيم اسمحنا بقى اضيف حاجه صغيره بس. اتفضل. السيستم يا كابتن عدي حضرتك، ال 40,000 محطوط بيتحط له 40,000 كود، وال 40,000 كود دول بيدفعوا فوري. مجرد ان الدفع الفوري بيتحولوا من حساب المالي، وحضرتك عارف الحساب المالي يعني ايه، مش من حساب، مش بيجي في شنط ويجيبها النادي، لا ده بيحول الفلوس دي لحساب النادي الاهلي تحت اشراف المدير المالي. فاذا ما فيش تذكره بقيمه ماليه تتمسك ايد بايد خالص، ممنوع تماما، هي مش في المشروع، المشروع كله اونلاين سيستم، ماديا تنظيميا اداريا. دي نقطه لجمهور النادي الاهلي، عشان بس في شويه حاجات بتتقال كده. ايوه احنا كنا مطلعينك عشان توضح كل الكلام ده. كل ده بعد المباراه ان شاء الله اكيد هنوضح للجمهور العظيم كل الحاجات دي ليه. واخر حاجه يا كابتن ابراهيم، الاحصائيه اللي موجوده كابتن عدلي، المهتم بحضور مباراه النادي الاهلي 3,550,000 بني ادم، 3,550,000 بني ادم ما شاء الله، والموافقه الامنيه 50,000 بني ادم. يعني انت مش هترضي 3,500,000 اللي هم اوريدي هيطلعوا القطط الفطانه، مش عاجبهم حاجات كتير. فبقول له بس قدر التعب اللي احنا فيه، ولو عندنا استاد بياخد 3,000,000 هنعملها والله العظيم. و30 و40 مليون كمان يا وليد. انا بس اخيرا، الهدوء من الجمهور اثناء استلام الحاجه، الماتش فاينل والاقبال عليه كبير، فحضرتك سجل وتعامل بهدوء ونبتسم، واللي رايح اللي حجز هو اللي يروح بلاش زياده، لان المنافذ متامنه من الداخليه، متامنه من شركه فالكون، ومتامنه من الناس بتوع المنافذ نفسها. ومن خلالك بشكر كل المنظومه دي كلها، من اكبر حد لاصغر حد، وربنا بس يتم المباراه، ربنا يوفقكم ونقدر يا كابتن ابراهيم، ربنا يوفقكم ان شاء الله، ويبقى الاهلي هو الرائد باستمرار الذي يقود كل حركات اخر حاجه كابتن عدلي اتفضل. طلبت منكم طلب المره الاخيره، اتفضل، اوعى تقول لي عايز تذكرتين مننا. لو تم الغاء التذكره الورقيه ثلاث مرات اهو، هننتهي من 90% من مشاكل جمهور الكرة في مصر. صحيح. وهتبقى حاجة اسمها اونلاين، لا يتم تدويرها أو تزويرها أو تنقلها بين الأيادي. هي دي رسالتي الأخيرة لكل المسؤولين. إن شاء الله دي الخطوة الجاية. ودي قربت يعني؟ قربت، لو أنت حضرتك عملت كام حلقة كده فيها زخم وجبت المسؤولين وخدت القرار على التليفون. طيب بإذن الله. طيب أنت بيقولوا لي الحاجة هدى كبيرة مشجعات الأهلي هي حرصت النهاردة تيجي وتحجز وتاخد تذكرة. والله انا فوجئت يا فندم بالحاجه هدى جايه مع الامن بتاع النادي الاهلي ومجموعه شباب. ودي كانت طبعا شغله بال كتير ناس على الفيسبوك الفتره اللي فاتت. وهي ست طيبه زي امهاتنا كلها. وجت بتقول لي انا عاوز اعمل بطاقه الجمهور. قلت لها يا حاج يعني انت عارف ايه بطاقه الجمهور؟ قالت لي بطاقه الجمهور دي الناس قالوا لي ان هي هتحل مشاكل كل حاجه، وعاوز ابقى متواجده. فبالتالي يعني اخذنا منها بياناتها ووريناها شكلها على البطاقه هيبقى عامل ازاي. انت عارف مين اللي معاها ده؟ انت بتتفرج ولا ما بتتفرجش؟ لا انا بس حضرتك اللي انا عرفت انه كان معاه الكابتن محمد عدلي بالظبط، صحفيين محترمين بالظبط، وكان معاه الكابتن عدلي وكان معاه برضو من امن النادي. كانوا مهتمين بها جدا يعني. كويس كويس ان شباب النادي يكون عنده تقدير للواحده اهلاويه كبيره كله رغم كل الظروف جايه وحريصه ان هي تطلع البطاقه. كابتن ابراهيم اقول لك على حاجه، كابتن ابراهيم امبارح في ماتش الاهلي كان في منظر ممكن حضرتك ما كانش اتعمل على السبوت، بس انا بقول لك من الكواليس. كان في حضرتك 35 من شباب متحدي الاعاقه في الاستاد. صورتهم في الاستاد كانت رائعه، والاروع منها ان اللعيبه بعد نهايه المباراه يا وليد راحوا لهم وادوهم فانيلاتهم. يعني كل واحد منهم طلب فانيله من اللاعب اديها له بعد انتهاء الماتش. وأقول لحضرتك خبر كويس حلو برضو، ان اللي ما خدش فانيلا اتاخد اسمائه وتيشيرت النادي الاهلي هيروح له، ده اقل هديه من النادي الاهلي ليه، عشان احنا كلنا نسيج واحد يا كابتن ابراهيم ويا كابتن عادل. عظيم يا اهلي، متشكرين جدا. الف شكر. شكرا جزيلا للاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات.